عليه شتلك فيك وده مفتاح مش هأذيك تاخد تكنيك شو وقتي عليه بدي بإيدي يستسلم أو يبقى المجني عليه شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك أو ترتاح خد تكنيك شوف تكتيك كده بلو ساح أنا هأذيك كله متاح بقضي عليك وسط مجال بلاك ساح أنا حاطط كل شهيد بتفين حد الراب ده مين تخدير ده كتير هنا لو لاحظنا هنلاقي إن في أنا عامل كذا صوت في بعض يعني الصوت ده كده ده في ار بي سي افكت الار بي سي ده بيخلي الصوت زي صوت روبوت شويه وصوت خشن في ذبذبات ده بي لما بعمله وبوطيه بيدي صوت حلو زي كده مثلا بقضي عليه بدي بإيدي يستسلم أو يبقى المجني عليه شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك أو ترتاح خد تكنيك شوف تكتك كده ده بيبقى كويس يعني مع الصوت لما بتوطيه بيبقى عامل كده بالظبط بص بقضي عليه بدي بإيدي يستسلم أو يبقى المجني عليه شكلك فيك وده مفتاح مش هأذيك أو ترتاح خد تكنيك شوف تكتك كده بلو ساح أنا هأذيك زي ما عرفتكم الطريقة برضو إنك تسيف الإفكت كده صوت مثلا نقول ذبذبات مثلا ذبذبات